بسم الله الرحمن الرحيم، بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتك. هنكمل كلامنا في السيركيلاتري سيستم، والنهارده هناخد مع بعض البلاد فيسلز. هنتكلم عن الارترز والفينز، وما بينهم وما بعض موجود الكابيلاريز. دي خلاصه القصه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. البلاد فيزل اتز اي هولو اورجان، واي هولو اورجان زي ما احنا اتفقنا في المحاضرات السابقه او هنقول في المحاضرات اللاحقه، ان بيبقى عباره عن انبوبه. هذه الانبوبه ممكن تكبر زي الاستومك، ممكن تفضل انبوبه زي السمول انتستين او زي الاسوفاجس او زي البلاد فيزل. هذه الهولو اورجانز بتتكون من الهولو اورجانز ان جنرال، بتتكون من ميكوزا، سب ميكوزا، ماسكولوزا اند ادفنتيشي. لكن هذه اللايرز في البلاد فيزلز بتبقى ليها اسامي خاصه. هذه الاسامي الخاصه بتمشي مع ان البلاد فيزل ما فيش فيه مكوزة، لان ما فيش فيه ميوكاس سكريشن، وبالتالي هسمي اللاير اللي جوه انتما، تونيكا انتما، اللي في النص هسميها ميديا، واللي بره هسميها ادفنتيش. يبقى الادفنتيش ثابته معانا في كل، بس بدل ما كنت بسميها مكوزة في السمول انتستين هسميها هنا انتما، كنت بسميها ماسكولوزا في السمول انتستين هسميها هنا تونيكا ميديا. التونيكا انتما دي عباره عن ايه؟ بديل للمكوزة، اللي هي عباره عن ابيثيليوم وتحتيه سب اندوثيليال لاير من الكونكتيف تيشو، لان احنا متفقين من سنه اولى ان الابيثيليوم هاز نو بلاد سبلاي، لكن بياخد النيتريشن بتاعته منين؟ من الاندرلاين كونكتيف تيشو. عشان كده الاقي الابيثيليوم بتاعي تحتيه سب اندوثيليال لاير من الكونكتيف تيشو. موجود كمان انترنال الاستيك لامين. الانترنال الاستيك لامين تخيل انها انبوبه، طبعا احنا في كل الوقت طول الوقت متخيلين ان احنا مدككين انابيب جوه بعضها، يبقى انا عندي انبوبه من الابيثيليوم، حواليها انبوبه من السب اندوثيليال كونكتيف تيشو، حواليها انبوبه من الالاستيك برين. يعني هات كده ورقه بلاستيك ولفها حوالين السب اندوثيليال كونكتيف تيشو وسميها الانترنال الاستيك لامينا. يبقى زي ما انت شايف اللي بنقول عليها التونيكا انتما دي اللي عباره عن ايبيثيليوم، وبعدين تحتيه السب اندوثيليال لير اوف كونكتيف تيشو، ودي الانترنال الاستيك لامينا. قد ايه هي واضحه في السكشن بتاعنا؟ يبقى دي بسميها التونيكا انتما. ادي التونيكا انتما لو اشوفها بالتفصيل، اندوثيليوم سب اندوثيليال لير اوف كونكتيف تيشو، وبعدين موجود الانترنال الاستيك لامينا. التونيكا ميديا دي اللي في النص، ودي عباره عن ايه؟ دي عباره عن سيركلر سموث ماسل فايبر. مفيش هنا لونجيتيدنال، ليه؟ لان هي هتبقى المسؤول عن الفازو كونستريكشن والفازو دايليتيشن، اللي هي في الاخر بتكنترول البلاد بريشر. في الاستيك فايبر ومعاها ريتيكولار فايبر موجوده في التونيكا ميديا. كمان موجود الاكسترنال الاستيك لامينا، هي دي الاكسترنال الاستيك لامينا، ودي طبعا بتبقى عباره عن الاستيك فايبر، يعني الاستيك كونكتيف تيشو. يبقى اذا انا عندي في التونيكا ميديا موجود سموث ماسل، موجود الاستيك فايبر وريتيكولار فايبر، لكن في الاخر بلاقي في اكسترنال الاستيك لامينا. يبقى انا عندي كام الاستيك لامينا موجوده في البلاد فيزل؟ اتنين، واحده انترنال والثانيه اكسترنال. الانترنال موجوده في التونيكا ميديا، لكن الانترنال موجوده في التونيكا انتما، لكن الاكسترنال موجوده فين؟ في التونيكا ميديا. بعد كده تيجي اللير الاخيره دي اللي بسميها الادفنتيشي، لكن ده صوره كبيره للتونيكا انتما. السموث ماسل الاستيك فايبر اكسترنال الاستيك لامين. التونيكا ادفنتيشيا اللي هي اللير اللي بره خالص دي، الانبوبه اللي من بره خالص، اللي اول ما اشوف بلاد فيزل هي اول حاجه هتقابل عينيا، دي بسميها التونيكا ادفنتيشيا، اللي برضه عباره عن انبوبه. بتتكون من ايه؟ بتتكون من الاستيك وكولاجين فايبر. يبقى بتتكون من لونجيتيدنال الاستيك اند اي اند كولاجين فايبر. فيها شويه سموث ماسل فايبرز بس صغيرين، الاقي موجود جواها البلاد فيزل اللي بيغذي البلاد فيزل. بس امتى بحتاج بلاد فيزل يغذي البلاد فيزل؟ لو كان البلاد فيزل بتاعي كبير، اما لو كان صغير فطبعا هيعتمد على النوتيشن زي ما هنتكلم بعد شويه
من البلاط اللي ماشي جواه، مفيش داعي يستورد، خلاص ما طبعا الانتاج المحلي هيكفيه يبقى كتر خيره. اما لو كان البلاط بيزل بتاعي كبير فانا هحتاج له بلاط بيزل يغذيه، بسميه فازا فازورا. ادي التونيكا ادفنتيشن. بالاستفاد في حياتنا العمليه ايه من الكلام ده؟ ان الاندوثيليوم ده بيديني سموث سيرفيس للبلاط. طب لو ما اداش سموث سيرفيس للبلاط، لو السيرفيس ده مفيش فيه ايبيثيليوم على طول، في بلاط كلوتين على طول، في ثرومبس هتتكون. الالاستيك فايبر بحتاجها في ايه؟ الالاستيك فايبر دي بتخلي لي البلاط فيزل اكسباندبل، يعني ياخد ويدي مع السيستولي والدايستولي، مع حركه البلاط او ضغط البلاط جوه البلاط فيزل. يبقى الالاستيك فايبر بتساعدني جدا في استيعاب كميه البلاط، وفي نفس الوقت الريكويلتي بتاعتها بتظبط لي البلاط بريشر، وبريفنت زي ما انت شايف كده بريفنت الاوكلوجن ديورنج الدايستول. يبقى اثناء الدايستول البلاط بريشر قليل، اللي بيمنع الكولابس ايه؟ وجود الالاستيك فايبر. اما الكولاجين فايبر بتمنع الاوفر اكسبانشن، يعني انت افتح زي ما انت عايز بس الحدود معينه. مين اللي بيحدد مين اللي بيحدني في هذا؟ الكولاجين فايبر. يبقى لو زادت الكولاجين فايبر هتقل الاكسباندبيليتي، يعني ما اقدرش افتح البلاط فيزل كتير، علشان كده لازم المساله عندي تبقى محسوبه. ولو حصل فايبروزس في البلاط فيزل يبقى ده معناه ان البلاط فيزل بتاعي انهيلثي. المسل فايبرز دي ريجوليت البلاط فلو، وبالتالي هتريجوليت البلاط بريشر بالكونتراكشن وبريلاكسيشن، ودي عمليه سهله جدا واخدناها في الفسيولوجي. البلاط سبلاي اوف ذا بلاط فيزل، ازاي بغذي البلاط فيزل؟ طبعا دي سمول بلاط فيزلز موجوده في الادفنتيشن، ده لو كان البلاط فيزل بتاعي ايه؟ كبير. اما لو كان سمول فهيعتمد على النيتريشن من البلاط اللي ماشي جواه، يعني هيعدي من الاندوثيليوم للسب اندوثيليوم كونكتيف تيشو، عكس ما احنا متخيلين. اما لو كان ميديوم او لارج ده البلاط فيزل يبقى الانر لاير هتاخد نيتريشن من البلاط اللي ماشي جواه، والاوتر لايرز هتاخد نيتريشن من الفازا فازورا. الانرفيشن طبعا ده موضوع في الفسيولوجي مهم جدا، اللي هو الفازو موتور سبلاي اوف ذا بلاد فيزلز، اللي بيكنترول البلاد بريشر بالسمباثيك اند بارا سمباثيك استيميليشن. ادا سيكشن في البلاد فيزل، شايفين هي انابيب داخله جوه بعضها، الانبوبه الاولانيه للاندوثيليوم، بعديه السب اندوثيليوم لير اوف كونكتيف تيشو، بعدين الاكسترنال الانترنال الاستيك لامين، بعد كده تيجي التونيكا ميديا وبتنتهي بالاكسترنال الاستيك لامينا، بعد كده تيجي التونيكا ادفنتيش، يعني هي مجموعه من الانابيب داخله جوه بعضها. بنقسم البلاط فيزلز عموما للارج وميديوم سايز. ده بنتكلم بالنسبه للارترز، يعني الارترز بنقسمها الى لارج ارترز وبتبقى الاستيك، وبعدين ميديوم سايز ارترز وبتبقى ماسكولار ارترز. اللارج الاستيك ارترز اللي هي الاورطه، هذا الاورطه وده مش الاورطه، ده الراديال ارتري او البريكيال ارتري او البوبليتيال ارتري. ابص الاقي فيه هنا انترنال الاستيك لامينا، واضحه اهي، ادي الانترنال الاستيك لامينا. طب فين الانترنال الاستيك لامينا هنا؟ بقول ان هي نوت ايزلي ديستنجوشت، يعني ما اقدرش اشوفها بسهوله. امال انا شايف هنا، اصل ده مش الاورطه، لا مش هو ده اللي احنا عايزين نتفرج عليه، ده احنا عايزين نتفرج على ده، ان هي انا كنت بوريك الصوره الاولانيه على ان هو ديستنجوشت، لكن هنا ايه؟ نوت ايزلي ديستنجوشت. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للانترنال الاستيك. ليه؟ لان عندي الالاستيك فايبرز كتيره جدا في التونيكا ميديا زي ما هناخد بعد شويه، فالانترنال الاستيك لامينا بتختفي معاها، وبالتالي ما بقدرش اميزها في الالاستيك ارترز. يبقى التونيكا انتما في الالاستيك ارترز عادي خالص، زي ما احنا قلنا مش هنكرر الكلام، لكن انترنال الالاستيك لامينا بتاعتنا ما هياش ايه؟ ما هياش ديستنجوش. التونيكا ميديا دي عباره عن ايه؟ الغالب فيها هي الالاستيك فايبر، بس الالاستيك فايبر ما بتبقاش فايبرز، دي بتعمل ممبرين، يبقى هي عباره عن ممبرينز حوالين، يعني انت بتجيب الورقه البلاستيك بتاعتك وتلفها حوالين الاندوثيليوم بالشكل لير ورا لير ورا لير ورا لير، فبنسميها الاستيك لامينا. يبقى هي مش مجرد فايبرز،
لا دي لايرز من الالاستيك، من الالاستيك كونكتيف تيشو. بنسميها ايه؟ بنسميها الاستيك لامين. دي موجوده فين؟ في التونيكا ميديا، سيبريتد باي شويه كولاجين فايبر وشويه سموث ماسل فايبرز. لكن الغالب عندي هو ايه؟ هو الالاستيك فايبر، بس مش عامله الاستيك فايبرز، لا ده عامله الاستيك لامين، عباره عن لايرز فوق بعضها، يعني اقدر اقشرها، اقشر اللير الاولانيه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وكلهم كل لير منفصل عن الثانيه بشويه سموث ماسل فايبرز وشويه كولاجين فايبرز. طب الاكسترنال الاستيك لامين ما هي مش هتبان اصلا معايا من كتر ما الالاستيك فايبرز بتاعتي عامله الاستيك لامين، يبقى الانكسترن الاستيك لامين كمان ما هياش واضحه. يبقى من كتر ما الالاستيك لامين عندي موجوده في التونيكا ميديا، فانا لا انا شايف الانترنال ولا شايف الاكسترنال الاستيك لامين، يبقى الاثنين اندستيك. طبعا التونيكا ادفنتيشيا انا متوقع ان الاقي فيها فازا بازور، لان بتكلم عن الاورطة، اكبر ارتري موجود عندنا، يبقى لازم يكون في فازا بازورا زي ما احنا شايفين. ده بالنسبه لمين؟ للاورطة. يبقى ده لو اخدت سيكشن في الاورطة هيبان بالمنظر. طبعا سيكشن الاورطة ده مهم جدا معانا في الاوسبي لما بيبقى هنتكلم في الكارديوفاسكولار سيستم. ادي السكشن في الاورطه اللي ممكن نشوفه زي ما قلت لكم من شويه في الاوست. ده الخط اللي انا شايفه جوه ده، ده لما اشوف تحت الميكروسكوب لو العدسه بتاعتي صغيره هشوف المنظر ده، اللي هو عباره عن هول اورجن. هول اورجن يعني ايه؟ يعني اورجن وفي جواه فراغ او ليومن. لو اكبر السكشن بتاعي شويه الاقي البلاد فيزل لايند باي اندوثيليوم. السب اندوثيليال لير اوف كونكتد تيشو انا مش شايف لان التكبير بتاعي مش حلو، لكن شايف الانترنال الاستيك لامين، اسف، شايف التونيكا ميديا عامله الاستيك لامين بالشكل ده، يبقى دي بسميها التونيكا ميديا. الحته المنفصله دي هي التونيكا ادفنتيشيا. ادي برده صوره ثانيه، يبقى ده الاندوثيليوم ودي التونيكا ميديا او التونيكا ميديا، وبتتكون من الاستيك لاميني، واللي بره دي هي الادفنتيشيا. ادي التونيكا انتما اللي هي عباره عن اندوثيليوم سب اندوثيليال كونكتيف تيشو وانترنال الاستيك لامينا اندستنكت. التونيكا ميديا زي ما انت شايف. ده بيختلف عن الميديوم سايزد ارتري. الميديوم سايزد ارتري بتبقى ماسكولار ارتري. الاقي التونيكا انتما عادي زي ما احنا متعودين، مش هنضيف فيها اي جديد. التونيكا طبعا في هنا انترنال الاستيك لامينا. التونيكا ميديا دي عباره عن ايه؟ عباره عن خليط او هجين ما بين الالاستيك فايبرز او الالاستيك لاميني ومعاها السموث ماسل فايبر وشويه كولاجين فايبر ممكن يكونوا موجودين. يبقى هنا سموث ماسل سيلز والاستيك فايبرز وفي اكسترنال الاستيك لاميني. يبقى ما فيش هنا لامينه موجوده فين؟ في الميديا، لكن موجود فايبرز. امال اللامينه كانت موجوده فين؟ في الالاستيك ارترس، لان هي بتبقى هي المركب الرئيسي للالاستيك ارترس. ليه بقى؟ ليه هي المركب الرئيسي في الالاستيك ارتريز وليه ما هياش هي المركب الرئيسي في الماسكولار ارتري؟ لان الالاستيك ارتري او الاورطه بيشتغل زي ما انتوا اخدتوا في الفسيولوجي، زي ما اخدنا في الفسيولوجي، بيشتغل سكندري هارت. يعني ايه سكندري هارت؟ يعني اثناء الدايستولي بيحصل ريكولتي علشان يعمل بامبنج للبلاد اثناء الدايستول عشان احافظ تو مينتين البرفيوجن. يبقى اذا اثناء السيستول البلاد بريشر حلو قوي زي الفل، بيوصل لحد 120، لكن اثناء الدايستول البلاد بريشر بينزل. لو البلاد بريشر نزل وفضل ينزل ينزل ينزل، يبقى معنى كده ان البرفيوجن بتاعي هيقل. وانا عايز احافظ على البرفيوجن فاقوم اكبر الاورطه اثناء الدايستول واثناء السيستول، واثناء الدايستول اقوم يرجع بالريكولت بالالاستيك فايبرز اللي موجوده فيه يرجع تاني يبقى صغير او يضيق، يقوم يزق الدم في نفس الاتجاه، يقوم يحسن لي البرفيوجن او يحافظ لي على البرفيوجن. اما هنا انا محتاج احافظ على البلد بريشر، عشان كده هلجا للمصل. ليه المصل؟ علشان هدي لها السمباثيك والباراسمباثيك اقوم اقدر اظبط البلد بريشر او البرفيوجن كمان مع البلد بريشر. يبقى التونيكا ميديا عباره عن ايه؟ عباره عن سموث ماسل سيل. اصل عنده هو مين؟ السموث ماسل سيل، لكن معاها شويه الاستيك فايبر وموجود الاكسترنال الاستيك لامين. طبعا التونيكا ادفنتيشيا فيها الفازا فازورم. لو كنت بتكلم عن ارتر كبير، لو كنت بتكلم عن ارتريول صغير، يبقى اكيد ما فيش فيها الفازا فازورم. زي ما انت شايف وعايز احفظك الحكايه دي، ان هي مجموعه انابيب جوه بعضها.
الانبوبه الاولانيه بسميها اندوثيليوم، الانبوبه الثانيه سب اندوثيليال لير اوف كونكتيف تيشو، المجموعه الثالثه انترنال الاستيك لامين. شايف الفينستريتد اهي، ده الانترنال الاستيك لامين اللي هي البيضه دي، يبقى البيضه دي بسميها ايه؟ انترنال الاستيك ميمبرين. شايف مخرمه ازاي؟ علشان اضمن البرفيوجن جوه البلاد فيزل ما خنقوش. يعني انا لو دي كونتينوس البرفيوجن من خلالها النيتريشن للاكسجين هيبقى ضعيف جدا، عشان كده لازم تبقى برفوريت. بعد كده تيجي الميديا او التونيكا ميديا، وبعد كده الاكسترنال الاستيك لامين اهي، وبعدين بره خالص الاقي الادفنتيشي. نفس الكلام هنا مكرر مره واثنين وثلاثه، ادي الاندوثيليوم سب اندوثيليوم لير اوف كونكتيف تيشو، وبعدين دي الانترنال الاستيك لامين، الثلاثه مع بعض بسميهم تونيكا انتما. دي التونيكا ميديا اللي بتنتهي بالاكسترنال الاستيك ميمبرين او لامينا، وبعدين تيجي الادفنتيشيا اللي موجود فيها الفازا بازورم لو عرفت اشوفها. الميديم سايز ديفين هو نفس الفكره، بس الفكره ايه؟ ان البلاد بريشر عندي ما هوش عالي، علشان كده وما بظبطش في البلاد بريشر، عشان كده الاقي الماسكولار بتاعه المصل فيه قليله، والاقي الادفنتيشيا بتاعته كبيره، لان هو يعتبر باسيف ريزرفوار، يعتبر ريزرفوار للبلاد للبلاد اه، لكن ما هوش ما بيعملش برفيوجن، ما بضغطش عليه، علشان كده الاقي التونيكا انتما بتاعتي ثابته، لكن ما فيش الاستيك فايبرز في التونيكا انتما. التونيكا ميديا عباره عن ايه؟ عباره عن سموث ماسل بس قليله قوي، يا دوب كده هتضغط لي على شويه صغيرين علشان تزق لي الدم في اتجاه الهارت الفوق، خاصه لو كنا بنتكلم في الانتي جرافيتي فينز زي اللي هي اللي بتشتغل في عكس اتجاه الجرافيتي زي اللي موجوده في اللور ليمب والبلفس والابدومن. التونيكا ادفنتيشيا ودي اكبر لير سك في الفين، ودي موجود برضو ممكن الاقي فيها الفازا بازورا، ممكن لو كان دي الفين بتاعي بتكلم عن فين كبير. يبقى دي السكست لير بتتكون من ايه؟ بتتكون من كولاجين فايبرز. قد ايه البلاد فيزلز بتاعتي سهل؟ عايز اعمل مقارنه ما بين الميديم سايزد ارتري والميديم سايزد فين، بس بشرط علشان تنجح هذه المقارنه لازم اخد الارتري اللي جنب الفين بتاعه. يعني ايه؟ هاخد بوبليتيا الارتري، يبقى البوبليتيا الفين اللي ماشي جنبيه اللي هو بنفس السايز تقريبا، لما اخدهم بنفس السايز يبان لي بقى الفرق ما بين الاثنين. اهو الاثنين بنفس السايز، اليوم من هنا زي اليوم من هنا، الوول هنا زي الوول هنا، لا طبعا هنا الوول سن، هنا الوول سك، هنا اليومن واسع، هنا اليومن ضيق، هنا اليومن سيركلر. ليه؟ لان السموث ماسل عاملاه هي اللي بتخلي لي السيركلر اليومن ده، اما السموث ماسل هنا قليله فمترهل. مين اللي مترهل؟ اليومن، علشان كده يبان بالمنظر ده. يبقى لو بقارن الميديم سايزد ارتري بالميديم سايزد فين، طبعا الاندوثيليوم ثابت في الاثنين، السب اندوثيليال لير موجوده في الاثنين، الانترنال الاستيك لامينا فاكرين الانترنال الاستيك لامينا موجوده في الارت مش موجوده في الفين، طبعا هنا سيك وول واحنا قلنا الحكايه دي، يبقى هنا انترنال الاستيك لامينا فيش هنا انترنال الاستيك لامينا. التونيكا ميديا فين اكتر؟ التونيكا ميديا طبعا لو اقارن دي بنفس الفين اللي ماشي جنبها، لا طبعا هنا التونيكا ميديا اكتر بكتير، التونيكا ميديا هنا قليله. طب الادفنتيشيا؟ لا الادفنتيشيا هنا اكتر بكتير، الادفنتيشيا هنا قليله، وكان انا محتاج الخامه بتاعه الارتري تظبط لي البرفيوجن وتظبط لي الايه البلاد بريشر، لكن في الخامه بتاعه الفين اللي هصنع منها الفين ده انا محتاجها تعمل لي ريزرفوار اخزن فيها احتياط لحد ما الهارت يعمل كونتراكشن علشان اسحب من. يبقى التونيكا ميديا هنا، التونيكا ادفنتيشيا هنا زي ما قلنا. اخر حاجه هي الايه؟ الفالفس. طبعا الارتري مش هيبقى فيه فالفس، لكن الفين هيبقى فيه فالفس، يبقى الفين فيه فالفس لكن الارتري مفيش فيه فالفس. ده طبعا سيكشن دايجرام مرسوم علشان نقارن فيه ما بين الفين وبين الارتري. طبعا الاندوثيليوم ثابت زي ما انت شايف، الاندوثيليوم ثابت في كل بلاد فيزلز من اول البلاد كابيلاري لحد الهارت الحقيقه يعني. السب اندوثيليال لير اوف كونكتيف تيشو اللي ثابته، الانترنال الاستيك لامينا هي اللي هتختلف شويه. الاقيها موجوده في الارتري غايبه في الفين، في الفين الاقي التونيكا ميديا قليله، التونيكا ميديا هنا كبيره، الفنتيشيا الادفنتيشيا في الفين كبيره لكن في الارتري هتبقى صغيره. هتقول لي بس هنا اكبر من هنا، اقول لك انت بتقارن ايه بايه؟ انا بقارن ده بالنسبه للسيكنس اوف ذا وول،
لكن اقارن ده بالنسبه للسيكنس الظهور. طبعا ده بياخد سيكنس اقل من الميديا، لكن هنا واخد سيكنس تقريبا ايكوال للايه؟ للتونيكا ميديا. نبص هنا برضو نفس الفكره كده، ادي الارتر الاندوثيليال ثابت السب اندوثيليال لير اوف كونكتيف تيشو، دي الانترنال الاستيك ممبرين الفينستريتد اهي، هنا ما فيش هنا انترنال الاستيك ممبرين، لكن في هنا التونيكا ميديا اهي، التونيكا ميديا اهي، هنا التونيكا ميديا اهي، التونيكا ادفنتيشيا شايفينها كبيره، التونيكا ادفنتيشيا هنا صغيره. ادا سيكشن اكشوالي برضو ممكن يجي لنا فين في الاوسبي، ده الارتر وده مين وده الفين، طبعا هنا الاندوثيليوم هنا الاندوثيليوم، هنا التونيكا ميديا هنا التونيكا ميديا، هنا الادفنتيشيا، ودي كل دي عباره عن ادفنتيشيا. ده ارتري ولا فين؟ ده سؤال. طبعا السيركولار ليومن ده بيأكد لي ان اللي انا شايفه ده، بالرغم ان انا مش شايفه، لكن انا متأكد ان اللي بيعمل السيركولار ليومن ده هو السموث ماسل. عمر الالاستيك ممبرينز او عمر الكولاجين فايبرز ما تقدر تعمل لي هذا السيركولار ليومن. نفس الكلام هنا في الارتري، يبقى ده تكبير للي فات. شايف التونيكا ادفنتيشيا هنا بالنسبه للتونيكا ميديا اقل ولا اكتر؟ ده سؤال. طبعا ده تكبير علشان ابين لك الاندوثيليوم قد ايه هو سيمبل سكويمس ابيثيليوم، ادي اللي هي النيوكليا بتاعتي فلات زي ما انت شايف، لان ده سكويمس ابيثيليوم. اما اللي انا شايفه تحت ده هو الانترنال الاستيك ممبرين. ارتر ولا فين؟ طبعا لازم يبقى فين. شايف اليوم هنا عامل ازاي؟ شايف الوول بالنسبه لليوم تعتبر ثين، الوول بالنسبه لليوم تعتبر ايه؟ ثين، او بالنسبه للسايز بتاع الاورجن تعتبر ايه؟ تعتبر ثين. الادفنتيشيا شايف الادفنتيشيا بالنسبه للميديا كبيره جدا، تقريبا الاثنين ايكوال، عشان كده ده بالتاكيد فين وده برضه بالتاكيد فين. يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ الارتري والفين. في عندي حاجه اسمها سبيشال ميديوم سايزد ارتريس، او بنسميها سبيشال ارتريس، ودي زي البازل ارتري اللي موجود في المخ، الكورونر ارتري اللي موجود في الهارت، امبليكال ارتري اللي موجود في الامبريو، الرينال ارتري اللي بيغذي الكيدنيز، والبينايل ارتري اللي بيغذي الاكسترنال جينيتاليا في الميل. طبعا كل دي عباره عن سبيشال ارتري، الاستراكشر بتاعها ما بقاش تيبيكال اللي احنا شرحناه. هناخد مثال وليكن البازل ارتري، ده البازل ارتري، لو انا بقول لك ده ارتري ولا فين اساسا هتقول لي ده فين. ليه هو فين؟ لان اليوم بتاعه ما هو السيركل، صح صح، فعلا اليوم ما هواش سيركولار، لان السموث ماسل فايبرز فيه ما هياش كتيره. الادفنتيشيا بتاعتي بتبقى زي ما انت شايف الادفنتيشيا محترمه، يبقى اذا هنا اليومن بتاعي وايد، وبيبقى غالبا ما هواش سيركولار، لكن بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ليه؟ لان البلاد فيزل بتاعي اللي هو البازل ارتري ده موجود جوه السكال، فهو اولا بروتكتد، ثانيا ما ينفعش ياخد نفس البلاد بريشر بتاع البلاد فيزل. الكورونري ارتري مش هتكلم عن التفاصيل بتاعته كتيره، لكن السب اندوثيريال لير فيها لونجيتيودنال سموث ماسل، طيب مميزه جدا ليها الحكايه دي على فكره. يعني في ويل ديفولبد 3 الاستيك لامين انترنال وميدل واكسترنال، وده اللي هيشتغل سيرجري كارديو سيرجري، هيبقى مهم جدا ان يبقى مستوعب الحكايه دي. ده سيكشن في الكوروناري ارتري. ده الامبليكال ارتري اهو موجود في الامبليكال كورد، اثنين امبليكال ارتريز واحد امبليكال في، يبقى هاز نو الاستيك لامين، هو مين؟ الامبليكال ارتري. طبعا الكونكتيف تيشو مكويد كونكتيف تيشو، يعني سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو، الادفنتيشيا برضه تبقى عباره عن مكويد كونكتيف تيشو زي ما انت شايف، يبقى انا زارع الارتري ده في مكويد كونكتيف تيشو اللي هو مال الامبليكال كورد. الرينال ارتري اهم حاجه عايزك تبقى عارفها في الرينال ارتري، وهي مش مهمه قوي لان احنا هاخدنا في الكدني، ان يبقى البري فيها والبوست مفيش فيها الاستيك تيشوز. السمول ارتريس، السمول ارتريس طبعا انا وانا ماشي بالبلاد فيزلز بتاعتي او البلاد فيزل تري بتاعتي بتبقى فوق كبيره خالص، وتبدا تصغر معايا لحد ما توصل
البلط كابيلر. يبقى زي ارتيمال برانشز اوف ذا ارتريز دي سمولست ارتريز. حاجه بتميزها هنا الاندوثيليوم موجود زي ما اتفقنا، الكونكتيف تيشو اللي هو السب اندوثيليوم اللي هي الكونكتيف تيشو متفقين عليها، لكن السموث ماسل هنا فيري ثين الاستيك لامين. يبقى هنا عندنا فيري ثين الاستيك لامين. التونيكا ميديا فيها حاجه لا 3 ل 4 ليرز من السموث ماسل شبه الفين، يعني شبه الفين يعني. التونيكا ادفنتيشيا ما فيش فيها حاجه خالص، دي عباره عن سن وايه، دي عباره عن سن وما فيش فيها فازا فازولا. الارتريولز دي عباره عن تيرمال برانشز من الارتري. تيرمال برانشز من ايه؟ بتتميز بايه بقى؟ التونيكا انت ما اتفقنا الاندوثيليوم والسب اندوثيليوم ما بيتغيروش. التونيكا ميديا دي عباره عن 1 او 2 ليرز من السموث ماسل. الادفنتيشيا ممكن تكون مش موجوده، علشان كده لو نشوف السكشن ده كده هنلاقي فعلا دي عباره عن سموث ماسل فايبر، ودي النيرف سبلاي بتاع ده الكترون مايكروسكوب، لكن واخدينه بالسكاننج الكترون مايكروسكوب زي ما دايما احب اصوره. اخجبت طياره صغيره فيها ميكروسكوب الكتروني ودخلت على الاورجان من بره وصورته وهو على وضعه الطبيعي من غير ما اخد في سيكشن بالمناسبه يعني. فبيبان من بره ايه؟ من بره عباره عن سيلز، هذه السيلز عباره عن سموث ماسل سيلز. سيركولار ولا لونجيتودينال؟ لا طبعا واضح ان هي سيركولار. امال ايه ده؟ ده النيرف سبلاي اللي رايح ليه السموث ماسل سيلز دي، سواء كان اللي هو سواء كان سمباثيك او بارا سمباثيك. على اي حال اللي انا ملاحظه هنا ان مفيش هنا تونيكا ادفنتيشيا. لو كان في هنا تونيكا ادفنتيشيا كنتش هعرف اشوف ايه السموث ماسل سيلز دي. البلاد كابيلاريز، ودي موضوع مهم جدا. البلاد كابيلاريز دي عباره عن ايه؟ ديليكيت انستموزنج شانلز او قنوات متقاطعه مع بعضها. بتيجي منين؟ بتيجي من الارتريول. وتنتهي فين؟ وتنتهي في الفينيول. يبقى هي اللي بتبقى مسرح العمليات، هي اللي موجوده في الكونكتيف تيشو بشكل رئيسي، اللي بيصنعها اساسا الكونكتيف تيشو. يبقى منين ما الاقي الكونكتيف تيشو؟ منين ما الاقي البلاد كابيلاريز؟ منين ما الاقي البلاد كابيلاريز؟ ابقى عارف ومتاكد ان انا موجود في كونكتيف تيشو. يبقى الاثنين ما ينفصلوش عن بعض، لان الكونكتيف تيشو هو اللي بيصنع البلاد كابيلاريز. يبقى الاندوثيليوم بتاعها عباره عن اندوثيليال والساب اندوثيليال من الكوليكتيف تيشو؟ لا مفيش حاجه، ده عباره عن اندوثيليوم وبيزمنت تمبرين. يبقى هو عباره عن ايه؟ اندوثيليوم وبيزمنت تمبرين. بس في خليه ثانيه بتيجي تستبدل التونيكا ميديا والتونيكا ادفنتيشيا ونسميها بيريسايت، خليه اسمها بيريسايت، ودي برضو من الكوليكتيف تيشو سيلز. هذه البيريسايتس موجود فيها اكتين ويوسين علشان تلف حوالين البلاد كابيلاري بالشكل ده، وتبدا تعمل هي اللي تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن علشان تظبط لي البلاد فلو في البلاد كابيلاريز. علشان كده بلاقي فيها ايه؟ بلاقي فيها اكتين ومايوسين وتروبومايوسين وليها كونتراكتايل فانكشن. هي مين دي؟ البريسايت. ادي البريسايت، هي فين دي البريسايت؟ هي دي البريسايت، الخليه اهي، شايفه دي الخليه الاصل اهي، ونازل منها صوابع حوالين مين؟ حوالين الاندوثيليوم. ده الاندوثيليوم، ده الاندوثيليوم، ده الاندوثيليوم باين من خلال الصوابع بتاعه البريسايت. البريسايت ماسكه البلاد كابيلاري، يعني بالظبط انا عندي خليتين، لا عندي ثلاثه، اثنين فوق وواحده تحت، او اثنين فوق واثنين تحت. الاثنين اللي فوق ماسكين كده والاثنين اللي تحت ماسكين كده ومتقابلين، علشان لما يعملوا كونتراكشن يقفلوا البلاد كابيلاري، لما يعملوا ريلاكسيشن يوسعوا البلاد كابيلاري. يبقى دي اللي هي البيريسايت، اللي جوه دي اللي هي الاندوثيليوم. امال فين البيزمنت تمبرين؟ لا انا مقشرين البيزمنت تمبرين من على هذا الاستراكشر. ادي البلاد كابيلا زي ما انا كنت بحكي لك، ادي الارتري، ده الارتريول مش الارتري، ده الارتريول، دي السموث ماسل بتاعت الارتريول. تيجي اهي شفت ماسل تايب، هيجي يديني بري كابيلاري، يديني ميتا ارتريول. يبقى الارتريول بينتهي بالميتا ارتريول، الميتا ارتريول يبدا يعمل برانشنج 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 برانشنج، ينتهي بالبلاد كابيلاري. هي عباره عن حاجتين اتنين بس، اندوثيليوم والبيريسايت، مفيش فيه بقى ايه؟ سموث ماسل سيلز خالص. انا مستعيد على السموث ماسل سيلز بالبيريسايت اللي فيها اكتين ومايوسين. تيجي البلاد كابيلاري تتجمع مره ثانيه علشان تعمل لي ايش؟ ثروفير تشانل، اللي تنتهي فين؟ في الفينيول، اللي هينتهي في الفينس
سيستم والرايت سايد اوف ذا هارت. بس انا عندي ثلاث انواع من البلد كابيلاريز. النوع الاولاني بتسميه كونتينوس بلد كابيلاري، النوع الثاني بنسميه فين ستريت بلد كابيلاري، والنوع الثالث بنسميه ديس كونتينوس بلد كابيلاري او بلد سينوسايتس. نيجي نبص على الثلاث صوره كده للثلاثه مع بعض يقربوا لي المساله شويه. دي الكونتينوس بلد كابيلاري، ودي الفينستريتد، ودي الديسكونتينوس. ايه اللي هنا كونتينوس؟ يعني انا شايف ايه هنا كونتينوس؟ انا شايف الاندوثيليوم بتاعي عباره عن خليه مقفله ما فيش فيها خرام خالص، عشان كده بسميه ايه؟ كونتينوس اندوثيليوم. هيبان الفرق قوي لو ابص على الاندوثيليوم ده، الاقي الاندوثيليوم ده مليان اوبننج. شايف انا شايف الار بي سيز من خلال الاوبننج ازاي؟ ليه؟ لان الاوبننج دي عباره عن فتحه في السيمبرين وبعدين دخلت السيتولازم، بس ما اقدرش يعني السيتولازم مش هيقع من هنا، لان السيمبرين هنا هيقابل السيمبرين بتاع الناحيه الثانيه، نفس الكلام في الاوبننج ده ونفس الكلام في الاوبننج دي. يبقى اذا في كل الاحوال التو سيمبرينز بيتقابلوا عند الاوب زي صوابع كده. هو معنى ان في فتحه ما بين صوابعي، ان انا شايف من هنا البون او شايف المصل من هنا؟ لا طبعا، السكين هنا بيتقابل والسكين هنا بيتقابل، نفس الفكره هنا في السيمبرين. يبقى انا عندي هنا اوبننج وعندي هنا اوبننج وعندي هنا اوبننج وعندي، فبسمي دي فينستريتد. فينستريتد يعني مخرم، لكن دي مخرمه؟ لا مش مخرمه. فعكس مش مخرمه او تعبير عن مش مخرمه هي الكونتينوس. لكن امتى اقول عليها ديسكونتينوس؟ لو كانت الاخرام دي كبيره قوي لدرجه ان انا لما اخد فيها سيكشن يتهيأ لي ان هي قطع جنب بعضها، فبسميه ديسكونتينوس اندوثيليوم. كمان في فرق مهم جدا، ان في هنا الاقي في هنا سيل جانكشن ما بين الاندوثيليال سيلز، افتقر الى هذه السيل جانكشن في الديسكونتينوس بلاد كابيلاريز او البلاد سينوسايتس. يبقى دي الكونتينوس بلاد كابيلاري والفريستريت بلاد كابيلاري والديسكونتينوس بلاد كابيلاري. زي ما انت شايف اهو، هنا البريسايت موجوده، هنا البريسايت. فين البريسايت؟ حد شايف هنا بريسايت؟ اللي شايف بريسايت هنا يقول لي. اهي البريسايت اهي، يبقى البريسايت موجوده برضو، لكن هنا ما الاقيش بريسايت، لكن الاقي بدل البريسايت الماكروفاج، لان الماكروفاج هتقوم بفانكشن هنا في البلاد سينوسايتس. اما هنا الماكروفاج ملهاش مكان، علشان كده الاقي دي في بعض الاماكن، الاقي دي في بعض الاماكن، الاقي دي في بعض الاماكن. دي في التيشوز العاديه، في السكن، في الكونكتيف تيشو. يبقى اذا دي في الايه؟ في الاماكن العاديه. اما دي في الاماكن اللي عايز اعمل فيها ابسوربشن عالي زي الاندوكراين جلاندز، ودي في الاماكن اللي انا محتاج ادخل جوه البلاد او اطلع البلاد لبره، يا اما دي يا اما دي. زي ايه؟ زي الليفر، زي السبلين. يبقى دي موجوده في اماكن محدده، هناخدها بعد شويه بالتفصيل. لكن خلينا نتخيل ان ده اندوثيليوم ودي اندوثيليال سيلز، واللي ماشي جواه ده البلاد الار بي سيز. يبقى دي كونتينوس ولا ديسكونتينوس؟ هتقول لي ما انا شايف الار بي سيز، بس انا شايفها من خلال الاريثيوم الرقيق. ما هو شيء طبيعي، امال انا بشوف شفايفي حمراء ليه؟ علشان انا شايف البلاد فيزز او البلاد اللي ماشي جوه البلاد فيزز من خلال السكن كمان. يبقى دي بنسميها ايه؟ طبعا دي البيزمنت ممبرين اللي احنا رسمناها، دي البيزمنت ممبرين. لكن دي زي ما انت شايف الاخرام، شايف دي بيقول عليها فينستريتد بلاد كابيلاري. البيزمنت ممبرين بتاعتي شايف بتلف حوالين الفينستريتد اندوثيليوم. دي الكونتينوس بلاد كابيلاري، شايف البيزمنت ممبرين هتلف حوالين الاندوثيليوم. يبقى احنا قلنا هنا ايه؟ البيزمنت ممبرين، وهنا بيزمنت. طبعا في هنا بيريسايت وفي هنا بيريسايت، احنا ما رسمناهمش. لكن هنا شايف البيزمنت ممبرين هتعمل ايه؟ هتعمل بانز حوالين الاندوثيليوم، يبقى ديسكونتينوس كمان من هنا. الاندوثيليوم بتاعي ديسكونتينوس، والبيزمنت ممبرين بتاعتي بتبقى عباره عن بانز. يبقى الكونتينوس بلاد كابيلاري دي عباره عن ايه؟ خلاص احنا مش محتاجين حتى نقرا الكلام ده. وان لير من الاندوثيليوم بتعمل لي تيوب، وفي تايت جانكشن ما بين الاندوثيليال سيلز، فيها البيريسايت
فيها بينوسيتيك فيزيكلز. ليه فيها بينوسيتيك فيزيكلز؟ ما هي عايزه تنقل حاجات من البلد تدخلها في السيركيوليشن. اما البلد كابيلاري بتشتغل ايه؟ ما هي اما بتعمل بيرفيوج عشان تنقل حاجات من جوه البلد للتيشوز او تاكل حاجات من التيشوز تدخلها مره ثانيه جوه البلد. دي فكره البلد كابيلاري حسب الهيدروستاتيك بريشر وانواع البريشرز المختلفه اللي انت اخذتها في الفيزيولوجي. يبقى هنا هلاقي اللي بتنقل الووتر سيلبل مولكيولز دي بسميها بينوسيتيك فيزيكل، اللي بتعمل ترانسبورت ان بوث دايركشن. موجوده فين الكونتينوس بلاد كابيلاريز؟ موجوده في المصل، موجوده في الكونكتيف زي ما حكيت لكم، موجوده في النيرفس، وموجوده في الكونكتس. طيب الجانكشن ار ريسبونسبل فور فورميشن اوف بلاد بارير، بلاد باريرز. دي اللي هي الكونتينوس بلاد كابيلاريز. الفينستريتد قلنا اللي فيها بورز، هذه البورز او الفينستري موجوده فين؟ في الاندوثيليال، في الاندوثيليوم نفسه. Sometimes covered by diaphragm. الديامتر بتاعنا بيبقى حوالي من 60 ل 70 نانومتر. يبقى اي مولكيول السايز بتاعه اقل، وعلى فكره انا عندي مولكيولز كتير جدا السايز بتاعها ما بين ال 60 وما بين ال 70، يعني ممكن كل المولكيولز بتاعتي تعدي. عشان كده الاقي ده موجود في الرينال جلوميرولاي عشان اعمل فلتريشن كويس، اقوم اكب كل الكونستيتوانت مع السيلز طبعا بتاعت البلد في بعد الفلتر، وبعدين ارجع تاني اخد منها اللي انا محتاجه. يبقى موجود في الجي اي تي حيث الابسوربشن، موجود في الاندوكراين حيث الابسوربشن او ترانسبورت للماكرو مولكيولز اللي هي الهرمونز يعني، موجود في الرينال جلوميرول حيث عمليه الفلتريشن. عشان كده بنقول الفانكشن بتاعتها كده ايه؟ بنقول كده نقرا كده هيلبس تو اكستشينج فلويد اند ماكرو مولكيولز. هي دي الفينستريتد، يبقى انا بعدي من خلال هذه البورز او الفينستري. في الديسكونتينوس بلاد كابيلاريز او البلاد ساينوسويدز، ده عباره عن لارج سبيس كبير جدا نسبيا طبعا، بيبقى في الاندوثيليال نمبر، الاندوثيليال سيلز نمبر كبير جدا. ليه؟ لان انا بعمل فراغ كبير مليان بلاد موجود اساسا. عشان بس ما تنساش المعلومه، في الليفر والسبلين لاحظ كده ان الاثنين بيبقى لونهم بني من كتر البلاد اللي موجود فيهم. ليه؟ لان البلاد سينوسايز بتاعتي كبيره، يبقى الريجولار وايزلي كولابسد وول لايند باي اندوثيليال. وبدل البريسات هحط الايه؟ قلت لكم الفاجوسيتك سيل. الفاجوسيتك سيل لهم فانكشن ثانيه خالص. مفيش سيل جانكشن، لكن بالعكس في جاب. اوعى تقول لي جاب جانكشن، اوعى، لكن في هنا جاب ما بين الادجيسنت سيل، يعني في فراغات ما بين الادجيسنت سيلز، لدرجه ان ممكن الليكوسايتس تعدي، ممكن الار بي سيز تعدي زي ما بيحصل في السبلين وتطلع بره، بعدين تدخل مره ثانيه من خلال هذه الجابس برضه لداخل البلاد سايتوسايت. البيزل لامن عمرها ما تبقى كومبليت، بتبقى انكومبليت وعامله بانز، او ممكن اصلا ما تبقاش موجوده البيزل لامن. ليه؟ لان انا في المكان ده انا محتاج اعمل فلتريشن للبلاد، يعني بلاد نفسه عايزه يطلع بره او يدخل جوه، فالحركه هنا لازم تكون سهله. عشان كده الاقي الشروط بتاعتي يكون مايض عشان اخزن فيك من البلاد واعمل ضغط لبره. الحاجه الثانيه ما فيش سيل جانكشن. الحاجه الثالثه في جاب ما بين السيلز. الحاجه الرابعه البيزمنت تمبرين بتاعتي يا اما غايبه يا اما ما هياش كامله. موجود فين؟ موجود في السبلين والليبر، وقلت لكم ما ننساش الحكايه دي، في بعض الاندوكراين جلاند وفي البون مارو برضو علشان انقل الكونستيتوانس السيلولار كونستيتوانت اوز بلاد من البون مارو للسيركيوليشن. دي انواع البلاد كابيلر. ايه الفانكشن اوف بلاد كابيلر؟ لا دي حاجه سهله واخدينها في الفسيولوجي نقراها ويبقى احنا خلصنا الموضوع ده. طب هل في حاجه اسمها الليمفاتيك كابيلاري؟ طبعا احنا خدنا الليمفاتيك سيستم في المديول اللي قبل كده، لكن في حاجه اسمها الليمفاتيك كابيلر؟ ايوه في الليمفاتيك كابيلر. طب هي شبه البلاد كابيلاريز؟ ايوه شبه البلاد كابيلاريز، بس بتختلف عنها في ايه؟ البرميابيليتي بتاعتها عاليه اكتر من البلاد كابيلاريز. يبقى الليمفاتيك فيزلز كونفي الفلويد من التيشوز للبلاد ستريم، لكن ما بتاخدش من البلاد ستريم للتيشوز، او ما بتاخدش من الهارت، يعني هتاخد الفلويد من التيشوز توصلها للهارت، لكن ما بتاخدش حاجه من الهارت عشان توصله للتيشوز، وبالتالي بنسميها يوني دايركشن. الكابيلاريز بتاعت الليمفاتيك سيستم دي بتختلف عن السيركيولاتري سيستم
في حاجة مميزة ان هي بتبقى more effective than the blood capillaries in removing protein rich fluid. يعني السيرس فلويد اللي هو بيبقى يعتبر فلتريت موجود جوه الكونكتيف تيشوز بيبقى سهل قوي ان انا انقله عن طريق الليمفاتيك كابيلاريز اسهل من ان انا انقله عن من الفينس سايد اوف ذا بلاد كابيلاريز. ليه؟ لان هنا البرميابيلتي هنا جريتر برميابيلتي سبيشاليز ان ذا ابتيك اون ذا انفلاماتوري مولكيولز دايتري ليبيدز اند اميون سيلز. طبعا دي خاصيه لمين؟ للليمفاتيك كابيلاريز. وانس الفلويد ده حصل له كوليكشن جوه الليمفاتيك كابيلاري هسميه ايه؟ هسميه ليمف. يبقى اول ما السيرس فلويد او البروتين ريتش فلويد اللي جاي من الكونكتيف تيشو يدخل جوه الليمفاتيك كابيلاري هسميه ايه؟ هسميه ليمف. كونفيز البروتين والليبيدز اللي هو عباره عن تو لارج مولكيولز مش قادر ادخلها في البلاد كابيلاريز اللي بتعمل ابسوربشن. اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل ابسوربشن في الاسمون تيستي. مش عارف ادخل الليبيدز والبروتينز لان المولكيولز بتاعتها كبيره قوي. طب اتصرف ازاي؟ هوديها انقلها عن طريق الليمفاتيك كابيلاريز وبسميها لاكتيال. مظبوط. علشان توصلها للثوراسيك داكت ومن الثوراسيك داكت تدخل في السيركيوليشن يبقى انا ضحكت على السيركيولاتوري سيستم من خلال الليمفاتيك كابيلاريز. قبل ما الليمف يروح للسيركيوليشن خلي بالك هيعد على مين؟ على الليمف نود عشان يحصل له فلتريشن، ودي احنا اخدناها قبل كده. طبعا ما فيش هنا بيزل لامينا او بتبقى ديسكونتينيوس بيزل لامينا عشان الفلتريشن بتاعها يبقى عالي جدا انكمبليت بيزل لامينا. في بديل ليها اللي هو عباره عن المولكيولز اللي احنا شايفينها باللون الاصفر دي نقراها ونعرفها لكن مش هتيجي في الامتحان. بعد كده البلد الليمفاتيك كابيلاريز بتكبر علشان تعمل لي الليمفاتيك بيزلز اللي تنتهي بالثوراسيك داكت. اوكي يعني لكن الليمفاتيك بيزل هو طالع بيكبر عادي بيتخن.